بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نتواصل في هذا اليوم والخاص بحولي وزمول أبناء القبائل بثمانية كيلومترات. ناتي في شوط جديد وخامس أشواط هذا اليوم، هذا الشوط الذي يحمل أذلل المحليات الأصايل، وتنطلق في هذا المسار في المسافة الماراثونية والمنطلقة من ثمانية كيلومترات هنا في الميدان الذكي تحفة ميادين السباقات في هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير المرموم 2014 للميلاد. نتواصل مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا اليوم 14 من شهر إبريل لعام 2014 الميلاد. اليوم هو يسجل تاريخي هناك مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، مجسمات برج خليفة أعلى برج في العالم الذي وضع للهجن هنا للمنافسة ما بين المحليات والمهجنات، أسير مباشرة إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى حفلة لسيد عماد وغريب بن سعد الي نبي من ياتي، ولكن هناك صداره دمعه لسيد عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الضيف العزيز القادم من دوحه الخير والسلام، بينما المركز الثاني ايضا ضيف قادم من السلطنه، وايضا عماد بن غريب بن سعد الينيبي هو من قادم مع حفلة ليحتفل بهذا المهرجان ويكون واحد من الأسماء المشاركة في هذا الكرنفال الكبير، بينما هناك القادمة هناك زعبيل لسيد حمدان بن سعيد بن يابر من يتواجد ويقدم زعبيل كما قدم عز الطلب الذي سجل الإنجازات الكبيرة وأضاف مع الرموز السيارات والانفراد أيضا في هذا اليوم، فتهانينا والناموس للشقي الصغير على هذا الأداء الرائع والجميل الذي رافق عز الطلب هناك حمدان بن سعيد بن يابر. نقلتنا مباشرة هنا إلى المركز الرابع ليجد في هذه اللحظات نوادر لسيد أحمد بن سعيد بن منانه من يتواجد ويقدم نوادر ونادرة بنوعها وأدائها هنا في سن الحول المحليات، هي المسافة 8 كيلو، ولكن الدخول من الاسم القادم وصلت مياسة محمد بن قحيد بن ضاحي العميمي وصل في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم وينطلق أيضا منافسا وباحثا عن الفوز والانتصار. أيضا الصراع والرقص دائما يأتي مع الكبار، أيضا قناة دبي ريسينج هي من ترصد وقايع هذا النقل الحي والمباشر لكل صغيرة ولكل كبيرة. هناك الوصول في هذه اللحظات، الاسم القادم وصلت الشاهينية خليفة بن محمد شاهين المرر من الجانب الآخر، ولكن سمحة هلال بن حربي بن هلال الخيالي بدأ يدخل مع هذا الاسم التراثي الكبير مع سمحة، وهناك الدخول القادمة مودة سعيد بن جعفر بن مرخان الاكتبي من يتواصل ويقدم مودة، ولكن سمحة سعيد بن راشد بن سعيد العويسي وصل شعفور ليقدم انطلاقة أيضا هنا رائعة وجميلة، ولكن الشاهينية راشد بن خليفة بالمر النيادي يتواجد ليكون ايضا مشاركا في هذا الشوط. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، لنا العوده هناك الى الضيفات اللي في الصداره اللي في المركز الاول، وما زالت هناك مشاهدينا دمعه لعبد الهادي بن خليل ايضا بن منصور الشهواني من يتواجد على الصداره على المركز الاول، بينما حفله اللي في المركز الثاني او الدخول من الجانب الاخر، هذه هي حفله لسيد عماد بن غريب بن سعد الي نبي اهالي ثمريت هناك بانتظار السلامات ايضا في جنوب عمان، ولكن الدخول من الجانب الاخر وصلت هناك زعبيل، زعبيل القادمه بالسلامات والانتصارات الى زعبيل وند شبا الشقي الصغير حمدان بن سعيد بن يابر من يقود هذا الاسم ويتواجد في هذا الشوط، ايضا يسير بخطه ثابته ورائعه من خلال تواجد هذا الاداء
الأداء الجميل. أنتقل بحضراتكم مباشرة إلى المركز الرابع ليجد في رابع المراكز هناك وصلت نوادر لسيد أحمد سعيد بن منانه القادم بانطلاقة نوادر والدخول من الجانب الآخر مياس محمد بن قحيد بن ضاحي العميمي بدأ يتواصل بدأ ينطلق في هذه اللحظات الرائعة والجميلة ليحتل المركز الخامس بينما سمحة وصلت في سادس المراكز لتصل هنا بشعار اهلال بن حربي بن هلال الخيالي الذي ياتي بسمحة ويحمل هذا الشعار الذي ايضا سجل الانجازات الكثيرة وايضا الشعار الابيض الذي دون بعلم دولة الامارات العربية المتحدة. فشكرا يا بن حربي على اختيارك لهذا الشعار ولكن مودة لها الود ايضا بالفوز والانتصار. سعيد بن جعفر بن مرخان شعار غني عن التعريف سجل الانجازات الكبيره ليتواجد بمرخان مسجلا ايضا ومشاركا مع موده ولكن بصلف وصل في هذه اللحظات ليتواجد مع شاهينيه خليفه بن محمد شاهين بالصلف المرر وصل في هذه اللحظات. شعفور ينطلق مع سمحه سعيد بن راشد بن سعيد العويسي ولكن بالمر النيادي ياتي هنا ويقدم الشاهينيه راشد بن خليفه بالمر النيادي ينطلق مع هذا الشوط ويكون منافسا في هذا الشوط. هكذا هي العشر المراكز الأولى العشر المنطلقة لنا العودة إلى الصدارة لنا العودة إلى المركز الأول. غيرت المركز الأول حفلة بدأت تحتفل عماد بن غريب بن سعد الينيبي الذي بدأ ينطلق مع حفلة ويغير إلى المركز الأول. بالمناسبة هي ثلاثية رائعة وجميلة في هذا الشوط ولكن الوصول من دمعة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني بدأ ينطلق على مسار المركز الثاني. زعبيل تتحرك في الزاوية الصعبة ولكن زعبيل لا يصعب عليها شيء الفوز هو بين عينيها تنتظر المنصة الرئيسية والتتويج. الشق الصغير سعيد هناك حمدان بن يابر حمدان بن سعيد بن يابر من يتواجد ويقدم هذا الاسم وينطلق من خلال المشاركة في هذا الشوط خامس أشواطي هذا اليوم. بدأت أيضا المنافسة على المركز الرابع. شوفوا هذا المنظر الرباعية مودة وصلت لسيد سعيد بن جعفر بن مرخان بدأ ينطلق ولكن وصل شعفور وصل مع سمحة سعيد بن راشد بن سعيد العويسي هنا أيضا نوادر ثلاثة كيلومترات هي من تفصلنا على خط النهاية هي من تنطلق فيها أيضا الكبار نوادر لأحمد سعيد بن منانه يصل في هذه اللحظات ولكن الله الشاهينية خليفة بن محمد شاهين بالصلف المرر من يتواجد من الجانب الآخر. أربعة أيضا أسماء تتنافس أيضا من خلال هذا المستوى ومن خلال هذه المنافسة الرائعة والجميلة. هناك دخول من مياس محمد بن قحيت بن ضاحي العميمي وتدخل أيضا مع الشاهينية راشد بن خليفة بالمر النيادي. وصلت سمحة هناك يتواجد هلال بن حربي بن هلال الخيالي. هذه هي النتيجة هذه هي الأسماء العودة إلى المقدمة العودة إلى الصدارة. احتفلي يا حفلة انطلقي يا حفلة. هناك عماد بن غريب بن سعد بن غريب الينيبي أو عماد بن غريب بن سعد الينيبي بالفعل هو من يحتفل حتى هذه اللحظات مع حفلة المنطلقة مع حفلة أيضا المندفعة ولكن الشهواني وصل الدم دمعة تنطلق في هذه اللحظات ليتواجد عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. تحركات دمعة وانطلاقة نوادر أحمد بن سعيد بن منانة بدأ ينطلق مع نوادر وهناك زعبيل حمدان بن سعيد بن يابر يأتي مع زعبيل ينطلق مع زعبيل الوصول من سمحة سعيد بن راشد سعيد العويسي وصل العويسي. وصلنا يا مشاهدين إن سألتوني على الموقع فاثنين كيلومترات المتبقية ولكن دمعة تدخلت في هذه اللحظات اللي هي مودة. سعيد بن جعفر بن مرخان بدأ يتدخل إلى خماسية المقدمة لكن أعود إلى الصدارة
أعود إلى المقدمة، وما زالت هناك حفلة، ما زالت حفلة أيضا في هذا الاحتفال، في هذا الكرفال الكبير من نوعه الذي أيضا بدأ في شهر إبريل وفي آخر ختاميات الموسم ليأتي هنا أيضا حفلة، وهذه عوايدها كما سجلت نقطة ذهبية في مهرجان زايد التراثي، وسجلت أيضا نقطة ذهبية هناك في أيضا مهرجان سيد الفريق هو سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي يومها كان أيضا في ميدان الزيت. ولكن أعود إلى حفلة، وأعود إلى عماد بن غريب بن سعد النبي من يقدم حفلة 1400 متر هي، ولكن نوادر الأوامر بدون أي أوامر، بدون أي أوامر هناك نوادر القادمة لأحمد سعيد بن منانة الواصل في هذه اللحظات، ولكن دمعة الشهواني، دمعة الشهواني، دمعة الشهواني المنطلقة، الشوط، الشوط 1200 الشوط حتى هذه اللحظات، حفلاوي حفلاوي بالفعل، هناك أهالي ثمريت ينتظرون سلام، ينتظرون أيضا سلام حفلة، ولكن أيضا نوادر المنطلقة، نوادر أيضا المندفعة لسيد أحمد سعيد بن منانة، وهنا دمعة المنطلقة لسيد عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني زعبيل من الجانب الآخر، المنطلقة أيضا بشعار سعيد حمدان بن سعيد بن يابر، وهنا الله 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 وصل شعفور أتى مع سمحة، وسمح الله دروبك يا سمحة، 800 متر الأخيرة، الأمتار المجنونة، الرقص مع الكبار، السيارة، نوادر، نوادر، حفلة، دمعة، سمحة، هناك زعبيل، هناك مودة، الله الله الله، الأسماء القوية في أشواط أبناء القبائل تأتي بهذه المنافسة، تأتي بهذا الأداء الرايع، الإثارة الطاغية، الأداء الراقي في الميدان الذكي، هناك حفلة، هناك نوادر، الشوط حفلاوي، بن غراب يقول الشوط حفلاوي، حفلة 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 تحتفل هناك مع أهالي ثمريت أيضا، عماد بن سعد بن عماد بن غريب بن سعد الينابي الينابي، ولكن نوادر، نوادر القادمة، نوادر المنطلقة، هنا حفلة وهنا نوادر، وخط النهاية يقف مرحبا بهذه الأسماء، لمن السيارة، لمن الفوز، ما زالت هناك حفلة على الصدارة، أيضا أهالي ثمريت يتمسكون في عمق حفلة بالفوز والانتصار، فتهانينا والناموس أيضا لعماد بن غريب بن سعد النبي على هذا الفوز، وغود مورنينج يا ثمريت على هذا الفوز والانتصار، الشوط حفلاوي بالفعل، تهانينا والناموس على هذا الفوز، والتهنئة الغريب بن سعد النبي المركز الثاني، ايضا نوادر احمد سعيد بن منانه المركز الثالث، وصلت دمعه لعبد الهادي وخليل بن منصور شواني المركز الرابع، سمحه سعيد بن راشد العويسي المركز الخامس، موده سعيد او عبد سعيد بن جعفر بن مرخان من تواصل في هذه المنافسه. هكذا مشاهدينا الاعزاء كانت منافسة ذلل المحليات الأصايل في شوطها الخامس لتعلن حفلة وتحتفل في أغلى المهرجانات. هناك عماد بن غريب بن سعد الينيبي من يزف السلام إلى أهالي السلطنة مع هذا الأداء الجميل والانطلاق المميز، تهانينا والناموس، أيضا التهنية الغريب بن سعد الينيبي الذي وقف خلف نجاحات هذا الشعار. فلكن لنا عودة إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، متابعي دبي ريسينج، هذه هي الانطلاقة وهذه هي ملخص هذا الشوط من خلال تواجد مخرج هذا الميدان الذي أبدع وبلى بلاء حسن في الإبداع، 12 دقيقة 56 ثانية، خمس أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسيد عماد بن غريب بن سعد النبي، سلام يا ثمريت، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان أيضا منافسة قوية ورائعة أيضا مع اللي هي نوادر أحمد سعيد بن منانة، 12 دقيقة 57 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث وصلت فيه اللي هي دمعة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الذي أطلق دمعة في هذا الشوط من خلال المنافسة القوية لتقطع مسافة السباق هنا في 13 دقيقة بالفعل و7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.